فرص اتساع نطاق الاحتجاجات الشعبية على امتداد التراب السوداني؟ وهل ستتمكن من المحافظة على زخمها؟ كيف ستكون استجابة المعارضة السياسية لتفاعلات الشارع السوداني بعد موقف الصادق المهدي رئيس حزب الأمة المعارض الداعي إلى تنحي الرئيس السوداني عن السلطة؟ هل استنفدت حكومة الخرطوم أدوات التعامل مع المتظاهرين وما خياراتها المقبلة؟ هذه الأسئلة نأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان ما مستقبل الاحتجاجات السودانية؟